اللهم احفظ العراق والعراقيين وارحم شهدائنا وشافي جرحانا يا رب. انتظر تفاعلكم حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، واقول محتار بيدي القلم والحسره بيه تلوع، وافكار عندش كثر وبالي الف موضوع، شكتب سألني القلم والورقه تشكي الجوع، ما جاوبت وسكتت كان الجواب دموع، وما اريد بعد القلم والورقه خلها تروح، وما دام عندي الدمع تفرح تريد الروح، والمن بعد افتخر كافي فخر يجروح، شاعر صرت للاسف بس الفخر للنوح. عاش العراق، حياكم الله.